كورس SQL Server 2019. الدرس بتاعنا هو إنشاء وتعديل وحذف قاعدة بيانات. هنستخدم الأمر Create و Alter و Modify، الأمرين دول بيستخدموا مع بعض، و Drop Database. احنا هنعمل الإنشاء بالويزرد وهنعمله بالكوماند، بس هنعمله أول بالأوامر. نخش نشغل SQL Server. شغلنا SQL Server، اشتغل SQL Server. بنحط نقطة اللي هي يعني ان انا بشتغل على الويندوز اوثنتيكيشن، واعمل اشغل اعمل نيو كويري واكتب الامر بتاعي الاول. بس قبل ما هكتب الامر بتاعي هكبر الفونتات دي، هخليها 200، وابدأ اكتب الامر الاولاني اللي هو create database، هسميها center 5، وادوس على execute. طبعا هو بيقول لي ان database دي موجودة already exist يعني، فطبعا اخليها database 6 execute. فهيقول لي ال command complete successfully، برضك هنخلي دي 200، يبقى تنفذ الامر ده. طب انا عايز اجيب الداتابيز دي عشان اعدل اسمها، فهعمل الامر اللي هو alter database، بس طبعا هي هنا هتبقى 6 6. احاول طبعا عندنا اكواد كتير جدا، فمش هينفع ان انا اقعد اكتب الاكواد دي ونضيع الوقت. المهم نفهمها وانت عليك تجرب. فانا عايز اغير اجيب 6 دي واغير النيم بتاعها اخليه 7، فهاخد الامرين دول مع بعض بيشتغلوا زي ما اتفقنا، واروح على ال SQL Server واكتب الامرين دول. طبعا انا لو عملت الاول ان اشوف 6 دي موجودة ولا لا، افتح الداتابيز دي اعمل expanding ليها، الاقي database center 6 ده موجود. طب عايز اجيب 6 ده، مجرد ان انا اكتب الامرين دول بيست كده اللي هما الامرين دول مع بعض، اجيب alter. طبعا هو دول عمل لي، هو عمليت ان دول امر واحد، شايفين اعمل expanding ليهم كده، لكن امر ده امر شغال لوحدي. فابدأ دلوقتي اسلكتهم كده واعمل execute. قال لي the table name has been set، يعني خلاص بقى 7 6، ده بقى 7. هو هنا لحد دلوقتي ظاهر انه 6، مجرد ان انا بس اقف على الداتابيز واعمل ريفريش هلاقي الداتابيز بتاعتي بقت 7، ما فيهاش اي حاجة. عايز امسح 7 دي خالص، هاجي برضك هنا في امر اللي هو الدروب، الدروب داتابيز، بمسح الداتابيز رقم. يبقى اول حاجة اتعلمناها في الدرس ده ازاي ان انا اكريت اموديفاي الاسم بالارت الالتر، بعدين موديفاي غير النيم، وبعدين اعمل لها ازاي دروب. دي مقدمة، امر بسيط جدا، مجرد سيلكت برضك الامر ده. هنلاحظ حاجة في الاستراكشر ده، في موديفاي ده امر لوحدي، دروب ده لوحدي، اسيلكت كده. وفي حاجة ظريفة ان انا لما اجي اكتب، وانا بكتب برضك دي معلومة نقولها، اقول له سنتر، هلاقي السنتر كل اسماء الداتابيز بتاعتي ظهرت، يعني بتظهر لي ال اختار 7، وبعدين اختار كده سيلكت الامر ده كده واقول له اكسكيوت، فقال لي الكوماند كومبليت سكسسفول. خلاص مش هلاقي، هي دلوقتي هي شكلا باينة كده، لكن انا مجرد ما اعمل ريفريش للداتابيز مش هلاقي 7 دي، خلاص مش هلاقي 7 موجودة، هلاقي 1 وهلاقي 5 وهلاقي. يبقى احنا كده عرفنا ازاي الارقام امر دول. دايما هسيب لك الاكواد دي مرفقة تحت كل فيديو مع وصف ليها الصغير. يعني بعد ما انشأنا الداتابيز بالاوامر الثلاثة دول، انشأنا وبعدين استدعينا وعدلنا الاسم وبعدين مسحنا الداتابيز، ما بقاش في حاجة اسمها داتابيز 7. عايزين نعمل نفس الخطوات دي بس بالويزرد. هنقف على الداتابيز نقول له create new database، هنسميها center 7. هنبص نلاقي ان في ملفين هنا، والباص بتاع الملفات موجود هنا، وبيقول لي طريقه اللي هو الانيشال سايز 5، الانيشال سايز 5 ميجا، وده الانيشال سايز، يعني هو قاسم الملف بتاع الداتابيز على ملفين، ملف اسمه اللوج center 7 log، واحد تاني الرو الروز داتا.
ده البرايمري وده النوت ابليكابل. وهنا برضك هنخش هنلاقي ان في الاوتو جروس يعني بيكبر ازاي، ودي خصائص اللي هنرجع للشاشه دي بعد كده مش وقتها يعني، هي مرتبطه بالداتا بيز ادمنستريتور بس احنا هنرجع لها بعد كده. بس انا يهمني دلوقتي الجزء الخاص بالديفلوبر، اخلص منه خالص وبعدين اخش في الجزء الخاص بالادمنستريتور. وهنا دي اماكن بس انوه عنه، يعني دي اماكن الملفات على الجهاز، لما ادوس كده يقول لي الملف ده فين، في اي حته في جهاز الكمبيوتر، يعني الباس بتاعه موجود اهو. مجرد اقول له اوكي خلاص هو كده انشا سنتر 7. ادي سنتر 7، لو انا عملت ريفريش للداتابيز دي هلاقي سنتر 7 بقى موجود. لو وقفت على سنتر 7 ده وقلت له رينيم وسميته سنتر 7 71 كده، خلاص كده عملت رينيم اللي هو الموديفاي، اللي هو اما انا عملت التر وموديفاي غيرت النيم ببساطه من الناحيه دي. نفس الكلام لو وقفت كده قلت له ديليت، بس طبعا ما اجي اعمل ديليت اقول له ديليت باك اب اند ريستور هيستوري انفورميشن فور داتا، بيمسح كله. وبعدين كلوز اكزيستنج كونكشن كمان يعني اقفل، وعشان يعمل لي ريفريش وابين ان ايه ان الداتابيز بتاعتي دي خلاص اوكي اتمسحت واشوف النتيجه ايه. خلاص كده مسح، كده مسح. لو انا عملت هي 7 حتى اهي اللي انا كنت انشاتها 7.1 مش هلاقيها خلاص 7.1. لو عملت ريفريش للداتابيز مش هلاقي الداتابيز 7 خالص. يبقى احنا كده عملنا كرييت للداتا الداتابيز ككل، لكن مفيش ولا تيبل جواها ولا في ريليشن. انا شايف ان احنا دلوقتي هنخش على طول في الملف القادم على ازاي نكرييت تيبل كذا تيبل، وبعدين نكرييت الريليشن بين التيبلز، وبعدين يدخل داتا في التيبلز. بكده يبقى عرفنا ننشئ داتابيز ونظبط. يعني يمكن مثلا في مثال كنا عاملينه اوريك افرجك في داتابيز سنتر دي، فانا هنا لو قلت ان التيبلز هلاقي ان جواها في سنتر 1 في تيبل، هلاقي في تيبل اسمه برانش وتيبل اسمه برانش سبلاير وتيبلز اسم دي التيبلز اللي جواها. الدايجرام بتاعها زي ما خدنا في كورس ديزاين داتابيز الكورس السابق لده اللي عملناه مخصوص عشان اس كيو ال سيرفر. لو قلت له وريني الانتيتي ريليشن دايجرام بتاعه الداتابيز اللي هي تم انشائها، اللي احنا هننشئها، شوف الداتابيز دي تم انشائها ازاي. ده علاقه الامبلي طبعا، في مدير هنا سوبرفايزر، في هي اللي هي سيلف ريليشن موجوده والوان تو ميني موجوده، كل انواع الريليشن موجوده في هذا الجدول في هذه الداتابيز. طبعا دي داتابيز محترمه، واعتقد ان الداتابيز دي هي هتكون موضوع يعني احنا ناخد مثال على داتابيز، هنكرييت داتابيز بالاس كيو ال سيرفر ابسط حبه الاول، وبعدين نخش على الداتابيز دي نكرييتها، هي معمول لها هندرسها الاول الداتابيز دي كانها جزء خاص بالانتيتي ريليشن شيب دايجرام، لانها فيها كل الريليشنز اللي ممكن اي حد يحتاج يعمل داتابيز على الاس كيو ال سيرفر، مش هتبقى فيه حاجه اقوى من دي. الفكره مش بكثره التيبلز، الفكره بالريليشنز الموجوده في التيبل زي السيلف ريليشن دي. وهنا شوف التيبل ده فيه كام ريليشن، شايف الريليشن شكلها عامل ازاي. ده تيبل على فكره تعليمي، يعني دي داتابيز تعليميه قويه يعني عالميه، يعني مش اي داتابيز كده بعض الناس تقعد تعمل هيصه في الداتابيز، مش بنقدها طبعا، لكن انا في الاخر ما بنوصلش للكلام ده. طبعا دي مش انا اللي مخترعها، يعني الداتابيز دي شفتها في احدى المراجع، يعني داتابيز محترمه، يعني من اول الكتاب اللي هو تقريبا 2000 صفحه لاخر الكتاب ماسك الداتابيز دي بيشرح فيها داتابيز واحده، الكتاب بكل اوامر الاس كيو ال بالباك اب كل حاجه بقى عملها في الداتابيز عملها على الداتابيز دي. والداتابيز دي داتابيز محترمه فعلا. يعني ايه محترمه؟ يعني تصلح ان احنا ندرس عليها الاس كيو ال سيرفر. عشان بس انا عشان الدنيا نفهم نهضم الموضوع الاول، هندي داتابيز فيها ريليشن بس ابسط ريليشن بسيطه يعني، وبعد كده هبدا اخش في الداتابيز دي بعد ما تكون الاوامر كلها اتهضمت على حاجه بسيطه، نبدا بقى ناخد الداتابيز دي از ابلكيشن او از اكزامبل.
ونبدأ نطبق عليها حاجات كتير. شكرا، سلام.